كنا نحط الأساس في شغلنا. إحنا معظم شغل تنفيذ الاتفاقيات الدولية بيتم في المحميات الطبيعية، يعني معظم الفلوس اللي بتيجي للتنوع البيولوجي مخصصة لمرفق البيئة العالمي بتروح للمحميات الطبيعية. مشروعات تغير مناخ بتتنوع ما بين طاقة وما بين مشروعات إعداد تقليدي. المشروعين اللي إحنا مضيناهم إمبارح هما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بس عشان برضه نبقى إدينا كل ذي حق حقه، هو أكبر شريك مع وزارة البيئة في كل مشروعاتها، سواء في التنوع البيولوجي أو في تغير المناخ، أي الفلوس أو التمويل لمرفق البيئة العالمي أو من جهة أخرى. وهو أكبر بمعنى أكبر، يعني أكبر حد يدي التمويل وأكثر يعني فعالية. ما بنلاقيش برضه المنظمات التانية بتاعت الأمم المتحدة بنفس الفعالية بتاعت برنامج الأمم المتحدة. ما يمكن إحنا محظوظين عشان هم عندهم إدارة للبيئة دايما معانا في كل شغلنا، العلاقة وطيدة جدا بقالها أكتر من 20 سنة. فالموضوع بالنسبة لنا برنامج الأمم المتحدة المائي هو فعلا شريك رئيسي وعلى قدم المساواة مع وزارة البيئة في كل موضوعات البيئة. فالمشروعين اللي مضيناهم، واحد مختلف شوية، إن إحنا بنتكلم على دمج موضوعات التنوع البيولوجي في السياحة البيئية. يعني إحنا هنا بنتكلم لو الدولة دي عايزة إنها تنهض بموضوع السياحة البيئية، الموضوع مش ببساطة شديدة إن إحنا نجيب شوية سياح ونزورهم المحميات الطبيعية، الموضوع مش كده خالص. الموضوع عبارة عن إن إحنا بنتكلم على بنية أساسية المفروض تتعامل بمعايير واشتراطات معينة نقدر إن إحنا وإحنا بنعملها عارفين إن في شعاب مرجانية موجودة جوه البحر، بمعنى إن إحنا مش هيحصل إن إحنا يبقى عندنا محمية أو عندنا شغل بنعمله في أماكن معينة نقدر إن إحنا نروج فيها للسياحة البيئية أو جنب منشأة سياحية بدون ما نراعي المجتمعات المحلية بجانب المكان، لأن هم دول أساس وأصحاب المكان، والحقيقة إحنا ضيوفهم وليس العكس. فالعمل برضو ده مش سهل، إن إحنا يبقى البعد الاجتماعي واخدينه في الاعتبار، وفي نفس الوقت الناس دي بتستفيد وبتقدر ان هي يبقى ليها سبل عيش مستدامه. الحاجه الثانيه اللي اهم من كل القصه دي موضوعات تغير المناخ. احنا بنشوف مشروعات مصر بتعملها في مجال النقل او في مجال الزراعه او في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. المشروع اللي مضيناه من شهر تقريبا في حضور دوله رئيس الوزراء عن التكيف مع الخيبه على التغيرات المناخيه في دلتا النيل مع وزاره الرايتك برضه مع البرنامج الانمائي للامم المتحده. كل المشروعات دي يا جماعه قبلنا او ما قبلناش اتفاق باريس قال حاجه مهمه جدا، قال كلنا لو لينا حق في تمويل المناخ كلنا هنعمل ابلاغ عن اللي اخدناه، او حتى لو ما خدناش